أولا لابد لا جدال أن لكل دولة أهداف استراتيجية وعمليات استخباراتية وتجسسية، وبالتالي فكرة أن يكون هناك محاولات إيرانية لقرصنة داخل الإدارة الأمريكية ليست بعيدة. من جانب آخر، هناك حالات سابقة مثل نشر وثائق سنودن وغيرها التي كانت فضيحة كبيرة للإدارة الأمريكية بنشر وثائق سرية للغاية. هاتين الوثيقتين التي تم تسريبهم أو تم نشرهم بغض النظر عن نتيجة التحقيقات هما وثيقتين سريتين للغاية، ومعنون عليهم أنها للعيون الخمس، بمعنى أنها فقط للاطلاع عليها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. في النهاية، في بعض تفاصيل هاتين الوثيقتين يمكن إدراك أن يعني هناك نوع من انعدام الثقة الأمريكية في نوايا إسرائيل، خاصة أنه كان هناك محادثات ما بين الإدارة والجانب الإسرائيلي أحثت فيها الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن ألا تقوم إسرائيل باستهداف المواقع النووية أو استهداف مواقع الطاقة، بما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة يؤثر سلبا على مسارات الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذه الوثيقة تشير أن هناك رقابة أمريكية على القدرات النووية الإسرائيلية ورقابة على الأهداف التي تعلنها إسرائيل في المحادثات ما بين واشنطن وتل أبيب والنقاشات التي لا تعلنها، لأن إسرائيل قدمت بنك أهداف كبيرة وواسعة ووضعت من ضمن هذه الأهداف مواقع للطاقة واستهداف لمنازل لمسؤولين كبار حكوميين والسؤال هنا وأيضا سيدة القدسي، هل من آثار على هذه التسريبات؟ بمعنى هل ستتغير الخطة الإسرائيلية فيما يخص الضربة الإيرانية؟ لا أعتقد أن هذه الوثيقة بالقدر الذي سيؤدي إلى تغييرات في خطط إسرائيل بشكل كبير، حتى أن البيت الأبيض جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قال أن التسريب خطير، نشر هذه الوثائق السرية أمر خطير، لكنها ليست بالخطورة التي تؤدي إلى توترات في الأمن القومي، سواء الأمن القومي الأمريكي أو الأمن القومي الإسرائيلي. هناك بعض المشاهد التي يمكن اعتبارها نوع من التحذير لإيران، نوع من الضغط الأمريكي على إسرائيل لتحييد هذه الضربة وجعلها في أضيق النقاط، رسالة أمريكية أنها تدرك ما يحدث وراء الستار داخل إسرائيل، وبالتالي الأهداف متعددة بغض النظر عن يعني الاحتمالات التي جعلت هذه الوثائق منشورة بهذا الشكل. وهنا يطرح السؤال سيدة هبة، هل سيشكل هذا التسريب ربما ذريعة لنتنياهو وللجيش الإسرائيلي لفعل ما يراه مناسبا بعيدا عن الخطوط الحمر الأمريكية؟ نعم، هناك نوع من الابتزاز الإسرائيلي للإدارة الأمريكية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة، وستخرج إدارة بايدن من البيت الأبيض في يناير المقبل، وهذه الفترة تسمى الإدارة التي ستخرج خلال أسابيع وأشهر قليلة بالبطة العرجاء، ويدرك اهتمام الرئيس بايدن بمساندة نائبته كاملا هاريس في هذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبالتالي يستغل بنيامين نتنياهو هذا الوضع الحرج للإدارة الأمريكية من خلال الابتزاز بمحاولات استشعار الخطر أو يعني المظلومية في أن إسرائيل تتعرض لصواريخ ومسيرات حزب الله وتتعرض لأخطار من جانب إيران
وبالتالي عليها أن ترد، خاصة أن ما تعرضت له في الواحد من أكتوبر، في الأول من أكتوبر، نعم كان غير مسبوق.